شكرا حسام، أهلا بكم مشاهدينا عشاق الرياضة. اليوم نستهل فقرتنا الرياضية من إسبانيا، حيث حقق نادي ريال مدريد نصرا مقنعا على ضيف سبورتنج خيخون وبخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة العشرين من الليغا الإسبانية. أبناء الفرنسي زين الدين زيدان عزفوا سيمفونية الأهداف الخمسة بإتقان، حيث دكوا شباك الضيوف برباعية في غضون 18 دقيقة. وسجل الويلزي جارث بيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة، فيما سجل كريستيانو رونالدو ثنائية، وكذلك فعل كريم بنزيما ليرفع الريال تحت قيادة زيدان رصيده ل 43 نقطة في المركز الثاني مؤقتا وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي أتلتيكو مدريد والمنتصر بثلاثية نظيفة على مضيفه لاس بالماس. وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق معدودة تعرض الويلزي جارث بيل لإصابة جديدة على ما يبدو في ربلة الساق، ما اضطره لمغادرة الملعب، ولم يكشف بعد عن خطورة هذه الإصابة. أزدل الستار على فعاليات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي بفوز مثير لنادي مانشستر يونايتد على ليفربول بهدف مقابل لا شيء. وسجل واين روني هدف الشياطين الحمر الوحيد في الدقيقة 78 ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث وعلى أرضية ملعب الأنفيلد. وفي لقاء آخر اكتفى أرسنال بالتعادل السلبي مع مضيفي ستوك سيتي، ورغم هذا التعادل إلا أن الجنرز اعتلوا سبورة الترتيب العام ب 44 نقطة مناصفة مع نادي ليستر سيتي. وعقب قمة ليفربول ومانشستر تحسر الألماني يورغن كلوب على ضياع النقاط الثلاث. في المقابل اعترف الهولندي لويس فان خال بأن فريقه لم يقدم مباراة في المستوى، خاصة خلال شوط المباراة الأول. أود أن أعترف بأننا نجونا في الشوط الأول. أعتقد بأن ليفربول كان أكثر اندفاعا منا ونحن لم نسيطر على الكرة في الشوط الأول، لذا لم نستطع خلق الكثير من الفرص، على عكس ليفربول الذي خلق 3 فرص سانحة للتسجيل. في الشوط الثاني عدنا للمباراة ولقد شاهدتم الفريق يخلق فرصتين ثمينتين، سجلنا واحدة، وعلى الرغم من أننا لم نقدم الكثير أيضا في الشوط الثاني إلا أنني مدرب سعيد. انفرد نادي أياكس أمستردام بصدارة الدوري الهولندي بعد عودته بانتصار هام من أرض مضيفي نادي أدو دين هاج وبهدف مقابل لا شيء في اختتام مباريات المرحلة 18. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب أمين يونس ليرفع نادي العاصمة الهولندية رصيده ل 44 نقطة في الصدارة، فيما بقي نادي أدو دين هاج في المركز 11 وبعشرين نقطة. وضمن ذات المرحلة أكرم نادي بياز في أيندهوفن مضيفه فاينورد روتردام على أرضه وبين جماهيره بثنائية نظيفة. افتتح هكتور مورينو باب التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 49، فيما تكفل اللاعب لوسيانو نارسينغ بتسجيل الهدف الثاني ليرفع نادي أيندهوفن رصيده ل 41 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي نادي فاينورد روتردام ثالثا ب 36 نقطة. وفي لقاء آخر أيضا عن نفس الجولة تغلب نادي فيست أرنهيم على مضيفه كامبور بهدفين مقابل لا شيء. وجاءت ثنائية الضيوف عن طريق اللاعب ميلوتريشكا في الدقيقة 48 واللاعب فاليري كازاشفيلي في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ليرفع فيست أرنهيم رصيده ل 31 نقطة، احتل بها المركز الرابع، فيما بقي نادي كامبور في المركز 17 وما قبل الأخير وب 13 نقطة. في ختام الجولة 22 من الدوري البلجيكي لكرة القدم تغلب نادي جانت على ضيف أندرلخت بهدفين مقابل لا شيء. فرض اللاعب لورينت دوباتري نفسه كنجم أوحد للقاء بإحرازه لثنائية ناديه في الدقيقة 10 والدقيقة 89 ليرفع جانت رصيده ل 46 نقطة في صدارة الدوري البلجيكي، فيما بقي نادي أندرلخت في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط خلف المتصدر جد.
في مباراة أخرى عن ذات الجولة سحق نادي كلوب بروج ضيفه موسكروم بروفيلز بثلاثية نظيفة. افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب بيورن إنجلز، وأضاف عبدالله ديابي الهدف الثاني لكلوب بروج في الدقيقة 50 قبل أن يختتم ثلاثية الفريق اللاعب جيلي فوسان في الدقيقة 66. ورفع كلوب بروج رصيده بعد هذا الانتصار الهام ل 43 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي موسكروم في المركز 15 وما قبل الأخير وب 21 نقطة. عاد نادي أبردين بنصر هام من أرض مضيفي روس كاونتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام مباريات المرحلة 23 من الدوري الاسكتلندي لكرة القدم. وافتتح اللاعب ماك شان باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27، لكن فرحة هذا الهدف لم تدم سوى 6 دقائق، حيث عدل أبردين النتيجة بهدف حمل إمضاء اللاعب أدم روني عبر ركلة جزاء. بعد 3 دقائق فقط من هدف روني تقدم أبردين بهدف ثان جاء عبر اللاعب شاي لوجان الذي سيعود في الدقيقة 60 لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه. في المقابل سجل روس كاونتي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب ماكشان، ورفع أبردين رصيده ل 46 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي سلتك، فيما بقي روس كاونتي في المركز الخامس وب 30 نقطة. في اليوم الثاني من منافسات كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين والمقامة في رواندا، تغلب منتخب الكاميرون على أنغولا بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الأولى الخاصة بالمجموعة الثانية. وضمن منافسات ذات المجموعة فاز منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثية نظيفة على نظيره الأثيوبي ليتسيد المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن الأسود غير المروضة. إلى القارة الصفراء، حيث فرط المنتخب الأردني بانتصار في المتناول حين تعادل سلبيا مساء اليوم مع نظيره الإماراتي وبدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثانية الخاصة بالمجموعة الرابعة من منافسات كأس آسيا لأقل من 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو. ولم ينجح أبناء المدرب جمال أبو عابد في ترجمة سيطرتهم إلى أهداف. في المقابل ساير الأبيض الإماراتي اللقاء باحترافية كبيرة ليخرج بنقطة ثمينة مهد الطريق العبور صوب الدور ربع النهائي، حيث سيواجه في الجولة الثالثة منتخب فيتنام أضعف منتخبات المجموعة. في المقابل يكفي منتخب النشام التعادل أو الانتصار في قمة استراليا لتحقيق التأهل. ويملك المنتخب الأردني ونظيره الإماراتي 4 نقاط لكل منهما على رأس المجموعة الرابعة أمام استراليا وفيتنام. وفي لقاء آخر عن ذات المجموعة حقق المنتخب الأسترالي انتصارا سهلا على فيتنام وبهدفين مقابل لا شيء ليجدد أمله في التأهل للدور ربع النهائي. ثنائية الكنغر الأسترالي جاءت عن طريق جيمس دوناتشي في الدقيقة 2 واللاعب جيمي ماكلارين في الدقيقة 60 ليرفع رصيد المنتخب الأسترالي يرفع رصيده ل3 نقاط احتل بها المركز 3 في المجموعة 4. هدف استثنائي يامل نوفاك ديوكوفيتش وسيرينا ويليامز الثنائي الذي يتربع على عرش كرة المضرب العالمية في تحقيق بداية قوية لحملة الدفاع عن اللقب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. سيفتتح ديوكوفيتش مشواره في البطولة يوم غد بمواجهة الكوري الجنوبي تشونغ يونغ، وسيسعى النجم الصربي لمعادلة الرقم القياسي لروي إميرسون الفائز بلقب فرد الرجال بالبطولة 6 مرات. سجل ديوكوفيتش موسما استثنائيا العام الماضي بتحقيقه ل11 لقبا 3 بين البطولات الأربع الكبرى، ما يرجح كفته في لقاء الغد وبقية أدوار البطولة. من جهتها ستواجه الأمريكية سيرينا ويليامز حاملة اللقب في مباراتها الافتتاحية الإيطالية كاميلا جيورجي.
والختام سيكون بأخبار الدوري الأمريكي لكرة السلة، حيث تغلب نادي بوستون سيلتكس بصعوبة على مضيفه واشنطن ويزاردز وب 119 نقطة مقابل 117 نقطة. وتميز اللقاء منذ بدايته بتفوق ملحوظ لأصحاب الأرض، إلا أن الربع الثالث شهد عودة نادي بوستون للتفوق حيث أنهاه ب 29 نقطة مقابل 25. وساهم اللاعب جي كراودو بتحقيق هذا الانتصار بفضل تسجيله للسلة الأخيرة وفي آخر أنفاس المباراة ليسجل بوستون سيلتكس انتصاره 22 هذا الموسم ليحتل المركز الرابع في مجموعة الشرق، فيما تعرض نادي واشنطن ويزاردز للهزيمة رقم 20 هذا الموسم. Gets to his spot, little turnaround for two, beats the buzzer. And it's a one possession. وصلنا لختام الرياضة اليوم، أشكركم على حسن المتابعة وأعود وإياكم للزميل حسام الدين ناصر.